إن كمبيوتر المستقبل سيكون من الناحية النظرية قادرا على عمل كل شيء يقوم به الإنسان فيما عدا أمرين: أن يكون متدينا وأن يكتب شعرا. المقصود هنا بكتابة الشعر مش فعل الكتابة نفسه، ولا المقصود بالتدين أداء الطقوس الدينية. المقصود هو الشعور الوجداني بالوجود الإلهي، واللي بيترجم في سلوكيات ومشاعر ونظرة للحياة. والمقولة هنا بتربط بين التدين أو الإيمان وبين الشعور بالجمال أو الفن أو الشعر. في النهاية هي دي الأشياء اللي بتميزنا كبشر عن الكمبيوتر والآلة والحيوانات. الله الله. الحقيقة إن العبادات الدينية تنقسم لشقين: مادية وروحية. الجزء المادي في العبادة هو الممارسة بحد ذاتها. على سبيل المثال في الصلاة، أنت أولاً بتغتسل بالمية، وبعدين تقف في اتجاه القبلة وتعقد كفيك على صدرك، وبتقرأ الفاتحة والسور القصيرة، وتكبر وتركع وهكذا. ورا كل تفصيلة من دول، من أول ترتيب أجزاء الجسم في الوضوء، وكل ركعة وكل تكبيرة وكل تسبيحة في الصلاة، بيكون في معنى وهدف روحي بيسمو بيك أكتر ناحية ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده بالتحديد اللي المسلسل بيتكلم عنه. المعنى الروحي مش بس للعبادات، لكن لكل شيء تاني في الحياة. هو بيعمل لك زوم ان 3-4 مرات على الروحانيات بشكل بيخلي الماديات تتضاءل جنبها تماما. ومن هنا يبدو المسلسل للوهلة الاولى مسلسل خيالي او اقرب للدروشة. وفعلا اي محاولة لتفسير المسلسل بشكل مادي او منطقي دنيوي يعني هتوصل صاحبها في الاخر لانه يقعد يضرب اخماس في اساس بلا اي هدف. وهي دي حلاوة المسلسل، وهو ده سر احساس كل شخص شافه انه لقى حاجة هو كان مشتاق لها من زمان، لانه اتوجد في عصر هيتجنن ويوجد لكل شيء تفسير مادي ومنطقي وعقلاني. فكنا كلنا محتاجين ناخد جرعة من الروحانية، خاصة على المستوى الديني اللي انتشر فيه كلام عن العبادات وممارستها بشكل شديد التفصيل دون التطرق الى الفلسفة من وراء كل طقس. الله أكبر. والحقيقة إنه بدون الفلسفة دي بيفقد الطقس معناه وبيبقى مجرد حركات بلا قيمة.